ليش نمارس الرياضة؟ سؤال عام. طيب يعني مثلا يجيك واحد مثلا يقول انا والله انا لي مثلا له 20 او 30 سنة يدخن، يقول انا ادخن ولا مارس الرياضة ولا جان شيء ولا جان امراض ولا جان شيء. خلينا نفهم حاجة، جسم الانسان يتحمل الى عمر معين، وبعدها تنتكس حالته مرة، المناعة تكون عندك اقوى فتتحمل شو اسمه نوعا ما الامراض انها ما تجيك لين حدود ال 40 50، يقاوم يعطيك فرصه، كل ما يعطيك فرصه الين فجاه تجيك الامراض كلها، يجيك ضغط الدم، يجيك الكوليسترول، يجيك السكري، يجيك الخشونه، التهابات المفاصل، مناعه تضعف، تطيح في المستشفى، جلطات، سكتات، الى اخره من ذي الامراض. حطمتني يدك. فليش نمارس الرياضه؟ ليش نمارس الرياضه؟ علشان نحمي انفسنا من الامراض. عندنا جسد واحد وصحة واحدة، إذا ما اهتمينا فيها حالياً راح نندم بعدين. شوف الفلوس اللي قاعدين نشتغل علشان نجيبها حالياً وعشان نعيش حياة هنية، بعد ما نوصل الخمسين الستين أو يمكن بعض الأحيان على الوضع الحالي أربعينات، من الأربعينات تشوف وصل الأمراض، تصرف كل الفلوس اللي جمعتها ذي على الأمراض دي. فهي الرياضة لسبب كبير علشان تحمي نفسك من الأمراض، أمراض القلب، ضغط الدم، الكوليسترول، السكري، الخشونة، علشان تعيش حياة صحية للأبد بعيد عن الأمراض. هذا هدف الرياضة. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.